الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة وأن يعفو ويغفر ويوفق ويسدد ويصلح، فإن ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإن ربي عز وجل هو البر الرحيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن، وأن يجعلنا من أهل الجنان، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يتجدد بنا اللقاء ونعود إلى درسنا في هذا اللقاء من بيت الله الحرام، من جوار الكعبة الشريفة، من بيت ربنا الأول في هذه الأرض الذي وضع لعبادة الله عز وجل وحده، من هذه الأماكن الشريفة الطاهرة التي حظيت بنزول القرآن الكريم، والتي حظيت ببعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي حظيت بزيارة أنبياء الله عز وجل ليطوفوا حول هذا البيت ويصلوا عند هذا البيت، ولتسمع أصواتهم في جنبات هذا البيت بالتلبية لرب البيت وحده جل جلاله. هذه الأماكن الشريفة، هذه الأماكن المعظمة، هذا البيت المقدس المبجل الذي جاء ذكر تعظيمه في القرآن وأنه من شعائر الله العظيمة، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من عند هذا البيت ومن هذه الرحاب الطاهرة المقدسة نتدارس آيات كتاب ربنا عز وجل. لقد كان وقوفنا في دروسنا الماضية مع سورة آل عمران، وتبين لنا أن هذه السورة الكريمة التي جاءت بعد سورة البقرة، وهي سورة مدنية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة ووصوله إلى المدينة، فكانت سورة البقرة من أوائل ما نزل عليه وهو بالمدينة النبوية عليه الصلاة والسلام، وكذلك سورة آل عمران من بعدها. لذلك نجد أن هذه السورة في ما تضمنته من قضايا وموضوعات، فإنها تضمنت قضيتين كبيرتين. أما الأولى فهي قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته ومجادلته لأهل الكتاب، وأما القضية الثانية فهي قضية غزوة أحد، وذاك التوجيه
وذاك التعليم الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الذين عايشوا ذلك الحدث بكل آلامه وآماله. فكانت في هذه الآيات الكريمة المباركات وقفة مفصلة مع ذلك الحدث الفارق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة صحابته. الآية التي بين أيدينا والتي كان وقوفنا عندها مع يعني بنهاية الدرس الأخير هي قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال العلماء ونكرر ما قال العلماء ونذكر به أن من أعظم ما يعين على استيعاب وفهم مراد الله عز وجل من آيات القرآن أن نتذكر مرحلة نزول تلك الآيات أو السورة، لأننا نعلم أن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة بعثته، ولم ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما كان نزوله نجوما مفرقة، كان نزوله متتابعا بحسب الأحداث والوقائع، بحسب ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دعوته، في أمر مواجهته، في أمر إصلاحه وتربيته لنفسه، في أمر تربيته وإصلاحه لأصحابه، في أمر إقناع خصومه وإرجاعهم إلى الحق، في أمر منازلته بالكلمة والسنان لأعدائه. نزل القرآن ليقود ذلك كله، وليبين الحق في ذلك كله، وليعلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم الموقف في ذلك كله، ثم ليكون من هذا كله درساً وتعليماً لهذه الأمة المسلمة من ذلك التاريخ وإلى يوم القيامة. وهذه أحسب أنها قضية لها أهميتها في أن نأمن الزلل في فهم مراد الله عز وجل من الآيات. ففصل وقت ونزول الآية والوقائع التي احتفت بنزول الآيات أو السورة، فإن هذا أمر يحدث خللاً في الوصول إلى الفهم الصحيح السليم لمراد الله عز وجل. فهذه الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إذا استعرضنا ما سبقها من الآيات، وإذا استعرضنا من جهة أخرى ما سبقها من وقائع وأحداث، فإننا نجد ما ارتبط بهذا الأمر بهذه الكلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر الملك. فعندما كان في مكة شرفها الله، فمن كانت لهم قضية السلطة، ومن كانت بأيديهم قضية التأثير على الناس، ومن كانوا يرون أن لهم حق الطاعة وأنهم إن قالوا سمع لقولهم، وإن أمروا استجيب لأمرهم، وأنه لا ينبغي مخالفتهم، فكان ذلك الأمر لكبراء قريش
يتقدمهم عمرو بن هشام أبو جهل، يتقدمهم الوليد بن المغيرة، يتقدمهم أمية بن خلف، يتقدمهم أبو سفيان، فإن هؤلاء من كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم بهذه المكانة، وهكذا ينظر إليهم عامة قريش فضلاً عن عبيدهم وعن الضعفة منهم، وكانوا ينظرون إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الإنسان الذي تكون له هذه المكانة بحضرتهم ووجودهم، وكانوا ينظرون على أنهم هم أحق، لو كانت هناك نبوة فهم أحق بها. فإذا هذه واقعة وهذا شاهد عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كانت هذه النظرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي، فإن أتباعه من باب أولى أن يرى هؤلاء الكبراء في قومهم أنهم ليسوا بأصحاب حق في هذا الأمر. ثم عندما انتقل إلى المدينة فإننا نجد هذا الأمر أيضا له وجود، لكنه تجلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أخرى، تجلى في صورة أهل الكتاب اليهود، تلك القبائل التي كانت تسكن المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إليها كانوا يسكنونها مع الأوس والخزرج، بني النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كانوا يسكنون. وهؤلاء دافع هذا الأمر عندهم هو ذاك التاريخ، فإن كان دافع هذا الملك والوجاهة والسلطان وأن يطاع هؤلاء القوم، فإن تاريخهم أنهم أتباع أنبياء، وكانت تسوسهم الأنبياء، وكان من أنبيائهم ملوك كسليمان وداود عليهم الصلاة والسلام. وأيضا إن كانت القضية نبوة فإذا هم يرون أنفسهم أنهم أتباع الأنبياء، بخلاف نظرتهم للعرب وما كانوا عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يرون في أنفسهم أنهم أصحاب هذا الحق من هاتين الوجهتين، إن كانت القضية نبوة فهم أتباع الأنبياء وتسوسهم الأنبياء وهم من ذرية الأنبياء، وإن كانت القضية الملك والسلطة فإن من أنبيائهم من كانوا كذلك، بل منهم من كان له ملكا عظيما كسليمان عليه السلام، ويرون أنهم أصحاب حق في ذلك، ولا ينظرون إلى تحريفهم وتبديلهم وما أحدثوه هم وآباؤهم في ذلك الإرث العظيم، وما أحدثوا فيه من التحريف والتزييف والزيادة والنقصان والتبديل، لا ينظرون إلى ذلك، لكنهم ينظرون إلى هذا المعنى، ومن ثم ينظرون بهذا المقياس. وهناك فئة ثالثة أيضا دخلت في هذه المواجهة، وهم أولئك النفر الذين كانوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هم في الأوس والخزرج، لهم مكانة مثل ما كان لكبراء قريش من أمثال أبي جهل كما قلنا والوليد، فهناك كان عبد الله بن أبي ومن في زمرته وأبو عامر الفاسق وغيرهم، فكانوا ينظرون إلى أنفسهم كما كان ينظر الملأ من قريش بالنسبة لقريش، فأولئك ينظرون وهم الملأ في أهل المدينة إلى الأوس والخزرج، ولذلك كان الأوس والخزرج يعني قبل الهجرة يهيئون الأمر لأن يكون عبد الله بن أبي هو ملكهم وقائدهم. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ظهرت أيضا هذه الخصومة وهذه العلاقة، ثم ظهر أيضا
قسم رابع وهم الذين جاء ذكرهم في صدر هذه السورة، وهم نصارى نجران الذين سمعوا بهذا النبي الذي بعث بمكة وهاجر إلى المدينة، وكان بعد الهجرة انتشار لذكره وسماع بصيته صلوات الله وسلامه عليه. وأولئك القوم كما قلنا في أول وفي صدر هذه السورة، سورة آل عمران، فإنهم كانوا تصلهم من العطايا من قيصر الروم، أولاً بموجب تلك العلاقة التي تربطهم باعتبار الاعتقاد والانتماء إلى النصرانية، وباعتبار آخر وهو أنه برز فيهم عالم متضلع في علم النصارى وذاع صيته في آفاق النصارى، وأن لذلك كان أثره في إغداق قيصر الروم على نصارى نجران. ولكنهم وجدوا في كتبهم عن نبي آخر الزمان فأرادوا أن يطمئنوا فجاءوا، ولكنهم كانت تنازعهم أنفسهم ذاك العطاء وذاك الشرف الذي كان لهم وتلك الحظوة التي كانت لعالمهم، فلذلك كانت تنازعهم تلك الأمور. فلذلك هل يستجيبون فيرون أن في الاستجابة فقد لكل تلك المزايا والعطايا، أو لا يستجيبون فيخشون أنهم يقعون في المخالفة الربانية ويخشون المعاقبة، فأرادوا أن يتوسطوا في هذا الأمر بحيث أنهم لا ينحرمون من عطايا قيصر الروم، وفي نفس الأمر أن يتخذوا لأنفسهم طريقاً وسطاً يضمنون أنهم بزعمهم ينجون من عقوبة الله عز وجل، بمعنى أنهم لن يكونوا ممن يؤمن إيماناً صريحاً، وفي نفس الوقت لا يريدون أن يكونون ممن يرد أمر هذا النبي رداً قاطعاً صريحاً. وتبين لنا من خلال الآيات السابقة كيف بزعمهم أنهم وصلوا إلى هذه النتيجة، وأنهم أرادوا أن يحققوا شيئاً من القبول والرضا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم حين طلبوا منه أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه ليفصل بينهم في بعض الأمور. إذن هذه أمور أربعة هي مرتبطة بقضية الوجاهة والسلطة والملك، نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه جهة ستنافسها في هذا الأمر. ثم هناك أمر خامس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بما نزل عليه من الهدى والحق في هذا الكتاب المبين، وأنه قوم واقع هؤلاء بهذا الكتاب فعلم أنهم أهل باطل، وقوم كل هؤلاء وتعاملهم مع الناس ورأى أنه تعامل بالباطل وأنه ليس إلا إشاعة الباطل بين الناس، فأراد أن يكون هذا الأمر لأمته عليه الصلاة والسلام ليكون نشر الحق وإشاعته في الأرض. فلما كان هذا الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما نقل أنه دعا ربه عز وجل أن يجعل لأمته هذا الأمر وأن يسلبه ممن استخدموه في الباطل وكان سبباً في نشر الظلم بين الناس، وكان لذلك أحداثاً
منها قضية الخندق يذكرها العلماء هنا، ودعوته صلى الله عليه وسلم عندما نزل إلى الخندق وضرب تلك الصخرة فخرج منها شرر، فحدث ذلك في ثلاث ضربات متتابعة، وعند كل واحدة منها يذكر انتشارا لملك أمته صلوات الله وسلامه عليه وما يكون لها في هذا الباب. إذن هذه الأمور التي يذكرها العلماء استحضارها سوف يجعلنا نعي ونفهم هذه الكلمات المباركات في هذه الآية الكريمة، وأن فهم هذه الآية من خلال واقع نزولها من أفضل ما يجعلنا نستوعب المراد الرباني من هذه الكلمات في هذه الآية الكريمة. وإن كان أقرب هذه المواقف إذا نظرنا إلى ما سبق من الآيات، وإذا نظرنا إلى ما سبق من الأحداث، فإن نظرنا إلى ما سبق من الآيات فإننا نجد أن أقرب الوقائع التي تكون قريبة من دلالة أو الارتباط بهذه الآية هو ما تعلق باليهود أهل الكتاب وما تعلق بنصارى نجران، لأن الذكر السابق في هذه السورة كان لهاتين الفئتين. وإن نظرنا إلى صورة أعم وهي ما سبق نزول هذه الآية من الوقائع، فسوف يرتفع أيضا معنا نموذج المنافقين في المدينة وما كانوا فيه وما كانوا يأملون في جانب الملك والسلطة، وأيضا ما يتعلق بوجهاء قريش والملأ منهم. ثم إذا نظرنا إلى ما بعد ذلك وهو نتيجة نزول هذه الآية، فما الذي رأينا؟ رأينا أن أولئك الملأ من قريش نزع الله عز وجل منهم ذلك، وأعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي أخرج من مكة طريدا عاد إليها فاتحا، والذي كان يتهيأ له أمر الملك في المدينة فإنه أصبح ذليلا، وأعز الله عز وجل رسوله وأصحابه رضوان الله عليهم. والذين كانوا يفتخرون على العرب بتاريخهم في النبوة والكتاب ولا ينظرون إلى تحريفهم، فها هم يكون لهم ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أخرج ومنهم من قتل في غزوة بني النضير وغيرها، وحدث لهم ما حدث. وأولئك المستضعفين ملكهم الله عز وجل، فكان أولئك المستضعفون منهم الخلفاء الأربعة الذين وصفوا بهذا الوصف العظيم، فهم الخلفاء الراشدون. ثم أولئك الطلقاء الذين عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بعد فتح مكة، فكان العفو سبباً في إيمانهم ورجوعهم إلى الحق، فأكرمهم الله بعد ذلك وكان لهم ما لهم من أمر هذا الملك. إذن عندما ننظر إلى هذه الوقائع قبل نزول الآية وبعد نزولها في الحقبة القريبة، فإننا تتجلى لنا معاني عظيمة، وعندها ندرك
المراد الرباني بجلاء ووضوح. فيقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك. إذن إن قلنا أن المستحضر هنا نصارى نجران، والذين خافوا أن في إسلامهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم سيحرمهم العطايا من قيصر الروم، فيكون المعنى لهم: اعلموا أن الذي آتى قيصر الملك قادر على أن يسلبه ذلك وأن يعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فماذا سيكون موقفكم؟ أي اتبعوا الحق أولى لكم، فإن ما تعتمدون عليه ليس بمضمون البقاء، ما تعتمدون عليه ليس بمضمون البقاء، فهو عطية من الله ابتداء، والذي أعطى قادر على أن ينزع ويأخذ. فاعتمدوا على من أعطى ولا تعتمدوا على من أعطي، واعتمدوا على من عنده القدرة أن ينزع ولا تعتمدوا على من لا يستطيع أن يمنع النزع عنه إذا أراده الله عز وجل. إذن إذا قلنا أن هذه الآية في حق نصارى نجران الذي كان هذا المعنى سبباً في عدم قبولهم للحق الذي رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم استحضروا قضية قيصر الروم وملك الروم، استحضروا ذلك فخافوا على مصالحهم، فيذكرون بمن؟ يذكرون بالله الملك الذي أعطى الملك وقادر على أن ينزعه. إذن فيكون الخطاب توجيه لهؤلاء لكي يعودوا إلى الحق، وتعليم للصحابة رضوان الله عليهم أن يأخذوا الدرس من موقف نصارى نجران فلا يكونوا مثلهم. لأنه كما قلنا عندما جاءوا في تلك الأبهة وتلك اللباس وذلك اللباس المميز في نظافته وفي هيئته وفي قده وقوامه، ثم ما كانوا فيه من تعبد وتبتل، وأن تلك الصورة ودائما النموذج قد يؤثر، بل يؤثر على الناظر إليه إذا ظهر بصورة الإبهار. فلذلك في هذا الأمر ليس فقط درس لنصارى نجران، بل كذلك درس للصحابة رضوان الله عليهم، فلا يرون أن حالهم وما هم فيه من القلة ونقص المال وما هم فيه من وضع حالهم لا يتأثر بما كان عليه نصارى نجران مما هم فيه، وأن يعلموا أن الغنم في اتباع الحق، وأن الغنم في عبادة من يعطي الملك ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. إذن هو نصح وتثبيت، فالنصح والعظة والعبرة والوعظ لنصارى نجران حتى ينتبهوا إلى ميزانهم المنحرف ويعودوا إلى الميزان الحق. وفيه أيضا تثبيت ونصح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا على الحق، وأن لا تخدعهم تلك الصورة المنحرفة التي ظهرت في صورة جميلة مبهرة أنيقة أيضا مقرونة بمظهر التبتل، وأن تلك الصورة في باطنها انحراف وميزان باطل. إذن هذا إذا قلنا أن المستحضر هنا نصارى نجران وهم المخاطبين في أول هذه السورة. وإن قلنا أن المخاطبين هنا اليهود
والذين سبق ذكرهم القريب قبل هذه الآية والإشارة إليهم، فيكون المعنى إن قلنا أن هذه الآية وخطابها لهؤلاء اليهود أن الذي منعهم أنهم لم يستوعبوا أن الذي آتى آباءهم النبوة وأكرمهم بها الأنبياء من بني إسرائيل، وأنهم ما تحصلوا على ذلك بسبب ذواتهم ولا بسبب أنسابهم، وإنما هو اصطفاء الله عز وجل واختياره، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فأن يتذكروا أن ما منح الآباء من النبوة إنما هو اصطفاء، وأن الذي اصطفى هو صاحب الحق أن يحول ذلك الأمر إلى بيت آخر، إلى بيت إسماعيل، فيجعل النبوة في بيت إسماعيل، وأن النبوة الخاتمة في هذا النبي الخاتم من ولد إسماعيل عليه السلام. ويكون التحذير لهم أن يدفعهم الحسد بأن لا يقبلوا وأن يسمعوا ويطيعوا، واضح؟ فلذلك إذن هذا إذا قلنا أن في الصورة هنا يستحضر أمر اليهود، فيصبح الخطاب لليهود اتركوا الحسد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تيقنوا واعلموا أن النبوة اصطفاء واختيار وليست بالولادة والنسب، فالذي اصطفى بعض آبائكم وجعلهم أنبياء ورسل فهو الذي اصطفى من ولد إسماعيل عليه السلام هذا النبي الخاتم. فإن علمتم ذلك، عالجتم نفوسكم من جهة فطابت وخرج منها الحسد، ومن جهة أخرى عالجتم قلوبكم فوزنت بميزان الحق وقلتم هذا حق الله وليس لنا إلا التسليم والرضا بما حكم الله عز وجل واصطفى واختار وقدر. وأيضا إن عدنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فالتعليم لهم وهو أنهم يستبين لهم الأمر بأن الذي منع اليهود من القبول بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا هو الحسد الذي امتلأت به نفوسهم. وهل الإنسان يقبل قول حسود ويقبل قولا مرجعه الحسد والحقد والضغائن؟ وأن عدم قبولهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنهم يريدون اتباع الأنبياء الذين من قبله، وإنما ما آمنوا ولا تيقنت قلوبهم أن النبوة حق الله وأن الإنسان ليس له إلا التسليم لأمر الله عز وجل وأن يطيعه في أن يتبع من شاء جل جلاله من الأنبياء والرسل. فلذلك الله أمرنا باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا أن نتبعه، وأمرنا بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفة فليس لنا إلا أن نتبعه. لماذا؟ لأن القضية أن هذا حق الله عز وجل. فلذلك إذن هذا إن استحضرنا الآن صورة اليهود وموقفهم في هذا الموضوع، موضوع الملك، فإذا نفهم الآية بهذه الصورة وبهذه الطريقة. فإذا هذا الخطاب لليهود تحذير من الحسد الذي منعهم من القبول والانقياد والطاعة، والتحذير من فساد الميزان الذي منعهم من القبول والإيمان والانقياد والطاعة للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأمر للملأ من قريش فنفس الأمر، الكبر والغطرسة والحسد. فإذا تذكير لهم بأن الأمر لله
يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء. وإن كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لأمته فإنه يقول له: إن نعطي هذا الأمر لأمتك فإنما هو على قدر طاعتهم لأمرك واتباعهم لهديك واستنانهم بسنتك وبعدهم عن معصيتك، وبعدهم في ذلك كله عن معصية الله جل جلاله وتحقيقهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. وأن الأمر لن يكون لأنهم أمتك باعتبار النسبة والانتماء، وإنما بقدر التحقق من هذه الشروط. ولذلك نجد هذا الأمر بهذا الوزن أكثر وضوحاً في آيات أخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالتمكين مرتبط إذن بالإيمان وبعمل الصالحات وبالبعد عن المعصية والمخالفة، فعندها يكون التمكين، يمكنهم الله عز وجل في هذه الأرض. فإذن هذا المعنى حقيقة بقدر ما نستحضر تلك الأمور التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نستوعب هذه المعاني الجليلة العظيمة لهذه الآية الكريمة. فكأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الثالث أنه: يا محمد، إن أعطى الله عز وجل لأمتك حال قيامها بهذا الحق الذي جئت به وصدقها في اتباعك، فإنها متى ما خالفت فإنها ستسلب، لأن الله عز وجل سنته جل جلاله أن له ميزان في هذا الأمر يعامل الناس به. إذن هذا المعنى حقيقة عند استحضار هذه الصورة الواقعية التي كانت وقت نزول هذه الآية، والتي لها ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعدائه وخصومهم، فباستحضار ذلك كله إذن ندرك الميدان الذي تتعامل معه هذه الكلمات في هذه الآية الكريمة. فإذا نظرنا إلى هذه الكلمات فيقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هناك ثلاثة كلمات: الملك والملك والملكوت. من العلماء من يذكر للتفريق بينها وميدانها أيضا لتقريب المعنى: الملك في شأن الإنسان، في شأن الإنسان الملك بكسر الميم ملك، فإنها تعني للإنسان ملكية بعض الأشياء. فالإنسان يملك داره ويملك دابته وسيارته، فإذن والملك بالضم، الملك ملك من يملك الملك، وأن ذلك هو الله جل جلاله فهو مالك الملك. والملك والملكوت الفرق بينهما: الملك للأمر الظاهر المنظور المشاهد، والملكوت للأمر المشاهد والخفي منه. ولذلك كما جاء في الآية الكريمة:
وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أن يمتلئ قلبه باليقين فأراه الله عز وجل في أمر هذا الملكوت ما خفي على الناس ليملأ قلب الخليل إبراهيم بذلك اليقين. فيقول الله عز وجل: قل اللهم، قل يا محمد، وقيل المراد قل كل من يصلح لهذا الخطاب، والأول عليه الأكثر. ونجد في هذه السورة الكريمة تكرر تصدير عدد من الآيات بقول الله عز وجل قل، وفي ذلك تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أيضا إظهار لقضية الوحي وأنه مبلغ، لأن تلك المرحلة كانت مرحلة عصيبة ومرحلة استئساد ليهود المدينة في أن يصدوا الأوس والخزرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإثارة دائما بما عندهم من الكتاب وأنهم أتباع الأنبياء. فلذلك هنا التصدير بقل، أي دائما حتى يبقى حاضرا عند الصحابة كلهم والأوس والخزرج خصوصا أن هذا النبي يوحى إليه من ربه، فهو نبي رسول. وأيضا قل تعني قضية الطاعة والاتباع، وأنه اتباع لله عز وجل فهو الذي يأمره، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو أول المخاطبين بذلك وأول العاملين به صلوات الله وسلامه عليه. قل اللهم، اللهم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه يقول: لا خلاف أن معناها يا الله، يا الله. فطبعا عند البصريين أنه حذف حرف النداء يا وعوض بالميم، هذا عند البصريين. وعند الفراء أن كلمة اللهم هي من قوله يا الله أمنا بالخير، أي اقصدنا بالخير وأعطنا الخير. اللهم هذه الكلمة لا تستخدم إلا في الطلب، فلذلك لا يقال اللهم غفور رحيم، وإنما يقال اللهم اغفر لي وارحمني. إذن فهمنا أنه لا خلاف أن اللهم بمعنى يا الله، فهمنا أنها لا تستخدم إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، وإنما يقال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. وأيضا أن عند البصريين حذف حرف النداء يا الله وعوض عنه بالميم، وأنه عند الفراء أن الميم هنا أضافت معنى للدعاء والنداء، وهو يا الله أمنا بالخير، أي أقصدنا بالخير. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك. فكما قلنا الملك إذن هنا هو، طبعا من العلماء من قال الملك المقصود به النبوة، وهنا نستحضر ما ذكرنا في قضية اليهود وأنهم أتباع الأنبياء، وأن هذا كان يمثل عائقا عندهم في أن يتبعوا النبي الخاتم. فإذن يذكرهم بأن مالك الملك إذا قلنا المقصود به النبوة، فمالكها الله هو الذي يعطيها، فالذي أعطى موسى عليه السلام وأعطى داود وأعطى سليمان وأعطى زكريا وأعطى عيسى النبوة، هو الذي أعطى محمد بن عبد الله النبوة عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء. فلذلك نحن إذن نطيع من أعطى النبوة، هذا المعنى الأول مالك الملك. ومن العلماء من قال
مالك الملك، بمعنى أن المقصود بالملك هنا الدنيا والآخرة، فهو مالكها. فلذلك إذا قلنا أنه مالك الدنيا والآخرة، إذن طاعته هي الأولى من طاعة من لا يملك الدنيا حقيقة. وهذا خطاب لمن؟ لنصارى نجران الذين ما قبلوا الحق خوفا من أن يحرمهم قيصر الروم العطايا، فيذكروا بأن الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله، وأما قيصر الروم فإن ملكه إنما هو ملك لشيء يسير في هذه الدنيا، فكيف نخاف من أن نحرم ممن يملك ملك شيء يسير وليس له ملك حقيقي، ولا نخاف أن نحرم ممن بيده ملك الدنيا والآخرة. وأيضا من العلماء من قال مالك الملك بمعنى أنه هو المالك لمن يملك الملك، أي من إذا قلنا قيصر الروم يملك، فمالكه وما ملك هو الله. إن قلنا الوجهاء والملأ في قريش يملكون الوجاهة، فالذي يملكهم وما ملكوا هو الله. وإن قلنا أن اليهود أرباب مال، فالذي يملكهم وما ملكوا هو الله. فمالك الملك هو مالك من يملك الملك، فهو مالك لذلك كله وهو الله جل جلاله. وإن قلنا أن الملك هو السلطة، فأيضا هي بالنسبة للإنسان ملك يتصرف فيه بحدود، فالذي يملك ذلك كله عطاء ونزعا ومنعا وتثبيتا هو الله جل جلاله. إذن بهذه المعاني العظيمة من أين نصل إلى ذلك؟ بقدر ما استوعبنا الواقع الذي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، استوعبنا تلك المعاني كلها في قول الله عز وجل مالك الملك، أنه هو مالك الملك. فإذا فهمنا مشكلة نصارى نجران وهو قضية الملك لأمر الدنيا، وإن فهمنا قضية اليهود الملك للدنيا والملك باعتبار النبوة، وإن قضية الجاه والمكانة لكفار قريش والملأ منهم، فهمنا أيضا هذا المعنى. ولذلك عندما نقرأ هذه المعاني التي ذكرها علماء التفسير، فمتى ما استحضرنا واقع نزول الآية فإنه يصبح تلك المعاني ظاهرة، بل تصبح ذكر تلك المعاني هنا لا نعتبره من باب اختلاف التضاد، بل من باب اختلاف التنوع، وأن ذلك الذكر إنما هو على جهة ذكر المثال لا ذكر الحصر، إذ كل ذلك يكون مرادا، إذ كل ذلك يكون مرادا. فإن قلنا النبوة فالذي يملك ذلك هو الله، والذي يعطيه هو الله. وإن قلنا ملك الدنيا وشيء من الدنيا فالمالك له هو الله، وإن قلنا الجاه فالمالك له هو الله، وإن قلنا من يملك ذلك الملك من هذه الأنواع الثلاثة فالمالك لهؤلاء الذين يملكون هو الله. وهنا تجد فعلا يعني هذا يكون من إعجاز آيات القرآن وكلمات القرآن، أن تلك المعاني كلها شملها هذا الوصف، فالله مالك الملك، فالله مالك الملك. وهناك معنى آخر أيضا عظيم وعام، قالوا لما قلنا الدنيا والآخرة، قال العلماء، قال أيضا العلماء مما ذكروا في هذا الأمر، أن هذا الملك يظهر للبشر على أجلى صورة، متى؟ يوم القيامة، يوم أن يقول الحق جل جلاله لمن الملك اليوم، ولا يستطيع أحد أن يجيبه فيجيب
نفسه بنفسه قائلاً لله الواحد القهار، فهو مالك يوم الدين، وعندما يبعثون ويقفون كلهم يقفون كالذر بين يدي الله، فيدرك البشر أن الملك لله عز وجل وحده. وهذا يكون إدراك التصور لهذه الحقيقة، هذه الحقيقة العظيمة القرآنية، إنما يكون إدراكها على أكمل ما يكون يوم القيامة، عندما يظهر أن الملك لله عز وجل وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، ولاحظوا في قوله تؤتي، أولا يدل على أن الأمر إنما هو عطاء من الله، أنه عطاء من الله، هذه واحدة. الثانية أن الذي أعطي لن يكون مالكا ملكا حقيقيا، إنما هو إيتاء لوقت محدود، غاية ما يكون ينتهي بالموت، وقد يفقد ذلك قبل الموت. ففي قوله تؤتي إشعار بأنه وإن وصل إلى هذا الإنسان فإنه لن يملكه ملكا حقيقيا، وإنما يملكه مالك الملك. أما هذا فإنه مؤتى هذا الأمر ومعطى هذا الأمر، أما الملك الحقيقي فلا. إذن كلمة تؤتي رأينا كيف دلتنا على تلك المعاني العظيمة، وأيضا تؤتي فيها إشعار بأن الذي آتى قادر أن يوقف، وأن الذي آتى فقدرته على أن يعطي، له القدرة أن ينزع وأن يأخذ. وأيضا في قوله تؤتي فيها إشعار بضعف المؤتى، لأنه احتاج إلى غيره، وفيها معنى أيضا توجيه أن يقابل من آتاه بالشكر. إذن هذه المعاني العظيمة الجليلة التي ظهرت من كلمة تؤتي، تؤتي، تؤتي الملك من تشاء. وقوله من تشاء، أن هذا الأمر إنما هو لله وحده، وأنه مرده إلى الإرادة الربانية. وهنا قد يقول إنسان، أليست لهذا الأمر والوصول إليه طريقة؟ نرى أنها في واقع الناس يسير الناس إليها فيصلون. الجواب أن هذه الآية وإن نسبت الأمر صرفا لله وحده، لا يعارض ما وضع من السنن الكونية والدينية في الوصول إلى هذه الغايات، فإن واضع تلك السنن هو الله، والذي يجعل فيها تلك الفاعلية هو الله، والذي يسلبها متى شاء هو الله. فلما كان الأمر كذلك، وأنه ليس هناك سبب مؤثر لوحده، فإذا لا مانع أننا نتيقن أن الذي يؤتي الملك هو الله، لأنه إما أن يؤتي بذلك السبب وواضعه هو الله، أو أن يؤتي ذلك الأمر بغير ذلك السبب، وهذا كمال قدرته جل جلاله. فإن جاء للإنسان هذا الأمر بموجب السبب، فإنما واضع ذلك السبب هو الله، إذن هو الذي آتى الملك. وإن أعطاه بغير ذلك السبب، إذن هو الذي آتى الملك. وما أعظم حقيقة هذا الإدراك، ولذلك لا يرتبك الإنسان ويقول كيف يقول الله هو الذي يؤتي الملك، وأن الناس يعملون بأسباب معينة ويصلون، فإذا الإنسان وصل بسببه ما فعل. فنقولها من قال ذلك هذا من جهله، ونفهم أن الوصول إلى ذلك إما أن يكون بسبب
وأن الذي وضع ذلك السبب الموصل هو الله، والذي جعل فيه الفاعلية لتحقيق الوصول هو الله، فأصبح على الحقيقة الذي آتى هو الله. وإما أن يحقق ذلك للإنسان بدون ذلك السبب، فيظهر بجلاء أن الذي أعطى ذلك هو الله. تؤتي الملك من تشاء، وقوله من تشاء حقيقة فيه معنى التخويف للإنسان، وأنه لا يقطع رجاءه في الله، ولا يطلب الأمر من غير الله، ولا يعتمد على الأسباب ظنا على أنها ستوصله بيقين. واضح؟ فلذلك هذا معنى حقيقة عظيم إذا تفكر فيه الإنسان. وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. النزع بمعنى الجذب، ولذلك يقال تنازعنا الحديث، بمعنى أن كل منا يجذب من الآخر الحديث، فأذكر حديثا ليكون سببا في جذب ما عندك من حديث، وأنت تذكر حديثا لتجذب ما عندي من حديث، فلذلك يقال تنازعنا الحديث بمعنى تجاذبناه. ومنه نزاع الميت، فإنه نزع روحه إخراجها. وكذلك يأتي النزع بمعنى الانجذاب إلى الشيء، فلذلك يقال انجذب إليه بمعنى نزع إليه. ويأتي أيضا الجذب يعبر عن الزوال، فلذلك يقال نزع عنه الشر، أي أزاله عنه. إذن هو انجذاب إلى شيء، ونزع من شيء، وتجاذب للشيء. فإذا تأتي كلمة نزع بهذه المعاني، فيقول الله وتنزع الملك ممن تشاء، أي بعد أن أعطيت، فالعطاء بإرادتك وقدرتك، والنزع بإرادتك وقدرتك. فمن لم يؤتى لا يقطع ذلك الأمر أن يسأل ربه، ومن أوتي فإنه لا يتيقن البقاء، لأن الله عز وجل هو الذي أعطى وهو الذي ينزع. ثم يقول الله وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كما أنه هو الذي يؤتي الملك وينزع الملك، كذلك هنا أمر يرتبط به بهذا الأمر مباشرة، وهي قضية العزة والذلة، فيخبر أن الذي يعز هو الله، كما أن الذي يعطي الملك هو الله، وأن الذي يذل هو الله، كما أن الذي ينزع الملك هو الله، وأن ذلك أيضا لمن شاء سبحانه وتعالى، لمن شاء سبحانه وتعالى. طبعا معنى تعز هنا ذكر العلماء أقوالا وحقيقة إذا نظرنا إليها، مثل ما قلنا هناك في قضية الملك أنها جاءت على جهة التمثيل للحصر، وأن ذلك كله يرد. فمنهم من قال تعز بالنصر وتذل بالقهر، ومنهم من قال تعز بالغنى وتذل بالفقر، ومنهم من قال تعز بالطاعة وتذل بالمعصية، ومنهم من قال تعز بالهداية وتذل بالضلالة، ومنهم من قال تعز بالقناعة والرضا وتذل بالحرص والطمع. وإن جئنا ونزلنا هذه المعاني على واقع نصارى نجران، وعلى واقع يهود المدينة، وعلى واقع ابن سبأ المنافق ومن معه، وعلى الملأ من قريش أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف والوليد، فإننا نجد هذه الصور إما أن تجتمع في كل فئة منهم، وإما أن يأخذ بعضهم بعضها، عرفت؟ ثم نجد أن ذلك في جانب الإيجاب متمثل كله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه رضوان الله عليهم، فالله نصرهم، والله فتح عليهم، والله أعانهم على الطاعة، والله رزقهم الهداية، والله ملأ قلوبهم بالقناعة، فالله عز وجل أعزهم بذلك كله. ثم يقول الله ختما للآية بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير والشر بيده، ولكن لما كانت الآية
دعاء وطلب ويعني رجاء من الله. فلذلك وهذه من حكمة البيان في هذا القرآن، فكان القصر على الخير مع أنه متضمن للمعنى الثاني الذي لم يذكر، ولكن لما كان سياق الآية سياق الدعاء والطلب والرجاء فلذلك اقتصر على الخير، مع أن الله عز وجل كذلك مالك للشر. ثم يعلل ذلك الأمر بهذه الخاتمة العظيمة وذلك الحكم وتلك الحقيقة القرآنية بأن الله هو الذي يؤتي الملك وينزع، وأن الله هو الذي يعز ويذل. لماذا؟ قال: إنك على كل شيء قدير، فقدرته تامة كاملة لكل شيء بلا استثناء بلا استثناء. لما كان له هذا الوصف العظيم لذلك سيؤمن المؤمن وهذا العاقل بأنه عندما يأتيه هذا الخبر لا يسعه إلا أن يقول: آمنت وقبلت وتيقنت ورضيت. ومن ثم نتيجته ما هي؟ إذن أن نقبل الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله عز وجل هذه النبوة. وثم أن يتعلق الإنسان بالله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، وأن يحذر أن يصرفه عن قبول الحق من ظهر له بأنه يملك ملكا من هذه الدنيا، فلا ينخدع، فهو يملك ملك محدود أوتيه ولا يملك ملكا تاما حقيقيا. إذن ما أعظم هذه المعاني التي أرشدت إليها هذه الآية الكريمة عندما رفعنا تلك الوقائع التي صاحبت نزولها وسبقت نزولها فأعطتنا تلك المعاني. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم، وأن يملأ قلوبنا باليقين، وأن يحبب إلينا هذا الكتاب تلاوة وتدبرا، وأن يرزقنا الفهم الصحيح والإيمان الصادق، إنه جواد كريم. وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.